أرمي إلى حكايانا، وش بتتحفنا فيه اليوم من حكايات؟ شوف الحكاية الحقيقة، خلينا نقول حكايتين بسيطة لأنها تلائم الأجواء. أنا قلتها قبل كذا بطريقة، والآن سأقولها برواية ثانية كما رويت. يقال إن أحد الناس، يعني إحنا الآن نمر بعزل وجالسين في بيوت وفي تذمر وفي إحساس كأننا في عزاء، وهذا خطأ. لماذا لا نستثمر؟ لأنه ترى عمر الإنسان هو السعادة، زي ما قالت أم كلثوم: اللي شفته من عمري قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه إزاي عليا. فخلينا نقول إنه عمر الإنسان هو أوقات السعادة. يقال مرة واحد دخل مقبرة في الصين، فوجد القبور اللي عاش سنة، اللي عاش شهرين، اللي عاش ثلاثة، اللي عاش خمسة، اللي عاش ستة، اللي عاش يومين. فسأل حارس المقبرة، قال له: يا أخي أعماركم قصيرة، احنا نعيش بسبعين ثمانين سنة. قال: لا، نحن لا نحسب من عمر الإنسان إلا ما قضاه سعيدا، ما عاش في فترة السعادة. فاللي عاش خمس سنين هو خمس سنين سعيد، واللي سبع سنين سبع سنين سعيد. أنا أعتقد هذه قصة جميلة، ولنتخيل بكرة أنه طبقت علينا هذه الأنظمة وسرنا احنا لا يحسب علينا إلا أوقات السعادة. لماذا لا نجعل بيوتنا الآن مصدر لطبخ السعادة وصناعتها؟ هذه الحكاية جميل. الأولى. جميل. الحكاية الثانية طال عمرك، وهي إيحاء على مسألة التدريب. إحنا الآن في البيوت نتدرب على أشياء، يجب أن نحلم. دائما يقولون الوضوح يسبق النجاح، لازم تكون واضحة الفكرة في رأسك قبل أن تصل إليها. يقال أنه في نجار فرنسي، نجار تماما عامي، جلس يضبط كراسي للمحكمة وسوى الكراسي، بقي كرسي واحد قاعد يشتغل فيه أسبوع. فصاحبه جاء قال له: يا أخي الكراسي كلها خلصت، بقي هذا الكرسي، أنت مزخرفه بزيادة، مهتم فيه، تطق مسمار من هنا ومن هنا. قال له: نعم، لأن هذا الكرسي سأجلس عليه عندما أكون رئيس المحكمة. قال له: يا أخي أنت نجار رئيس محكمتي. قال له: طيب سترى. طبعا هذا الرجل بدأ يدرس في المنازل، محو أمية، بعدين دخل القانون في فرنسا، بعدين تخرج، بعدين فعلا صار قاضي وصار رئيس المحكمة، وجلس على نفس الكرسي الذي صنعه عندما كان نجارا. ونادى صاحبه وقال له: ألم أقول لك أني زبرقت الكرسي هذا واعتنيت فيه عشان أجلس عليه؟ نحن الآن في بيوتنا يجب أن نصنع الكراسي التي سنجلس عليها بعد إن شاء الله ما تعود الأمور إلى طبيعتها بإذن الله تعالى. شكرا دكتور، ونروح إلى فاصلنا الثالث في هذه الحلقة.